أقامت الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن خدمة قداس الأحد ما قبل رفع الصليب. وبهذه المناسبة ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس جوارجيوس الزرقاء، حيث أشار سيادته خلال عظة القداس إلى البعد التاريخي والليتورجي لعيد الصليب الذي يحمل دلالات ومعان عظيمة تمكن الإنسان من أن يختبر عمق محبة الله، لافتاً في ختام عظته إلى أن الله قادر أن يحول أوجاعنا وأمراضنا وأحزاننا إلى نعم وبركات. وشوفوا الكنيسة الأم، كنيستنا المقدسة يا أبنائي، كيف وضعت الصليب بهاي الفترة، ووضعت أحد قبل عيد الصليب وأحد بعد عيد الصليب، يعني وضعت الصليب في النص والقيامة من هون ومن هناك. حتى دائما الكنيسة تحكي لنا ما في صليب بدون قيامة، ما في موت بدون حياة، لأن المسيح موت الموت وأعطانا الحياة الأبدية. عشان هيك الأباء أبناء الكنيسة باحتفالنا بعيد الصليب اليوم، اللي هو بالنسبة للحدث التاريخي باحتفالنا لعيد الصليب، هو إنه القديسة هيلانة بعد ما وجدت الصليب المكرم، بطريرك القدس القديس مكاريوس رفع الصليب على الجلجلة، ولما رفع الصليب بعد الأعجوبة اللي صارت بقيامة الميت الابن الأرملة، ابن الأرملة الوحيد، لما ارتفع الصليب بالجلجلة من البطرك مكاريوس القديس، الشعب كان يصرخ يا رب ارحم. الشعب طلب الرحمة بصليب المسيح، بيسوع الإله المعلق عليه اللي افتدانا بدمه الكريم على الصليب حتى يعطينا الحياة الأبدية.